طيب نروح مع حضراتكم ليه كمان النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للاطفال ضحايا الاعتداءات. اليوم ده الغرض منه انه العالم يلتفت وينتبه لضحايا الحروب، وخصوصا الضحايا من الاطفال اللي بيدفعوا الثمن نتيجه لهذه الاعتداءات اللي يعني بتخلفها الحروب. اليوم العالمي للاطفال ضحايا الاعتداءات هو يوم دولي جديد الغرض منه أن العالم يلتفت لضحايا الحروب وخصوصاً الضحايا من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء الذين دفعوا الثمن نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك قررت الأمم المتحدة إحياء ذكرى الرابع من يونيو من كل عام كيوم دولي وعالمي للأطفال الأبرياء ضحايا الاعتداءات. الحقيقة المحزنة أنه في الحالات التي يندلع فيها الصراع يصبح الأطفال الأكثر ضرراً من عواقب الحرب. ليس هذا فقط، بل يتحول لضحايا نتيجة الانتهاكات التي تمارس ضدهم كاستخدامهم في الحرب والقتل والعنف والاختطاف والهجمات على المدارس. وبعد 40 عاماً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يعد الغرض من اليوم الاعتراف بمعاناة ضحايا الحروب، بل تخطاه ليصبح لضحايا الاعتداءات بكل صورها، من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم. ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، ويتم الاسترشاد في عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ، ليظل الحلم بعالم لا يعنف فيه طفل ولا يصبح ضحية هو الأمل في غد أفضل.